بمناسبة الحديث على اللحم وعلى يعني بقدوم شهر رمضان المعظم، وبعض الإخوة والأخوات يقومون بنشر صور حول اللحم ويكتبون عليها هذا ما كان يأكله الجزائريون في العصور الوسطى، معناها أن اللحم مفقود في الجزائر، أو 80% من الشعب لا يستطيعون شراءه أو يحلمون بشرائه، وهي طبعا حقيقة. لكن أسعار اللحوم هنا في أكبر سوق في أمريكا للحوم وهي وولمارت، نلاحظ أسعار الدجاج 5 دولارات، 5 دولارات للكيلوغرام. هنا صدر دجاج ب5 كيلوغرامات، يعني أسعار اللحوم هي غالية في كل مكان، مهما كانت البلد ومهما كانت طبيعة المجتمع ووضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية فهي لحوم غالية. هذا لحم الخنزير والعياذ بالله ب6 دولارات، 6 دولارات يعني 2 كيلوغرام. هذا لحم البقر ب9 كيلوغرامات للرطل، 9 دولارات للرطل، يعني رطل في 9 دولارات. لو نأخذ يعني هاته الكتف ب60 دولار، كتف فيها 8 كيلوغرامات. اللحم المفروم، البقر المفروم ب13 دولار الكيلوغرام. أسعار اللحوم هي يعني غالية في كل مكان وزمان. هذا لحم بالتوابل ب10 دولارات الرطل. إذا كنتم تريدون يعني شراء اللحم بأسعار معقولة، هذا لحم مفروم كذلك ب6 دولارات، هذا لحم مفروم كذلك بقري ب15 دولار، يعني للأسف اللحم هو غالي في كل مكان وزمان. إذا أردتم كما قلت يعني توفروا في اللحم، اشتري خروف، اشتري بقرة، يعني تتفق مجموعة من الأسر ويشترون بقرة أو يشترون عجل ويتقاسمون اللحم في شهر رمضان.